لا يجب بأي شكل من الأشكال أن تهموا الحكومة بأنها متشبثة بشي موقف. الحكومة ما كرهتش اللي خدم لها سمير من غدا في الصباح، ماشي من غدا في الصباح، من البارح. وإلا كاين شي واحد اللي خدم لها سمير حنا بغيناه ونرحبوا به في إطار كل ما يمكن أنه يدار، لكن هذا موضوع لا يحتاج إلى كثير من التشنج ويحتاج إلى الهدوء.